تشوف بنت تسوق واني destiny calling calling out my name. وهي هذه سيارة ال 200 من ميتسوبيشي. شايفين السيارة كيف قوية وشكلها الخارجي يعطيك كذا انطباع بالفخامة والقوة مع الليتات ال LED والشبك الأمامي. هذه السيارة سيارة بحار، سيارة جبال، سيارة أي مكان تبوا تروحوا بتاخذوا هذه السيارة وياكم. طبعاً الـ L200 تجيكم بقوة محرك 149.5 حصان والعزم مالها 330 نيوتن، واسعة خزان الوقود 75 لتر. والحين نجي نتكلم عن الشكل الداخلي للسيارة. مثل ما أنتم شايفين المقصورة الأمامية جداً بسيطة لكن تعطيك إحساس بالقوة والفخامة. في شاشة لمس تقدر تتحكم فيها بكثير من الأشياء، والجير أوتوماتيكي في 6 سرعات، والبكرة هنا تقدر تتحكم فيها بنظام التويل والفور ويل عشان الطلعات والنزلات. وطبعاً الشيء المميز في هذه السيارة إنه فيها حساسات أمامية وحساسات خلفية. ترى الـ L200 فيها كثير من المميزات، كذا تحسوا بروح الحماس وانتوا تسوقوها. لازم انتوا بنفسكم تجربوها وتزوروا اقرب صالة عرض من ميتسوبيشي. I choose to thrive. I will live full force, never on my knees. I will smash the door if I can't.